السفير بازيل إكوابي أقل تعيينه مؤخرا الممثل السامي لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي بالتال لمتابعة مرافقة البلاد والمجلس العسكري الانتقالي خلال المرحلة الانتقالية. يصل العاصمة جمان ويبدأ عمله مباشرة. وبعد لقائه برئيس وزراء الحكومة الانتقالية بايو باكالبير، استقبله بالقصر الرئاسي رئيس الجمهورية رأس الدولة رئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس تبيتنو، بحضور وزير الخارجية والتكامل الأفريقي والتشادين في الخارج ومساعدي رئيس الجمهورية بالأمان العام والمكتب المدني. الممثل السامي لمفوضية الاتحاد الأفريقي بتشاد بازيل إكوابي استعرض لرئيس المجلس العسكري الانتقالي الفريق محمد إدريس تبيتنو مشروعه المتعلق بدعم ومساندة الاتحاد الأفريقي لتشاد خلال المرحلة الانتقالية. كما أكد بأن المجلس العسكري الانتقالي والحكومة الانتقالية في المسار الصحيح من أجل انتقال السلمي وتسليم السلطة للمدنيين في الوقت المحدد. وقال مفوضية الاتحاد الأفريقي تدعم هذه الخطوات البناءة من أجل تشاد آمنة ومستقرة، مضيفا السفير بازيل إكوابي بأنه لن يدخر وسعا في سبيل دعم تشاد والمجلس العسكري الانتقالي خلال المرحلة الانتقالية وتلبية طموحات الشعب التشادي في استزادة الأمن والاستقرار.